a servant. Often used as a derogatory term, but what does it mean when we are the servants of the Ahlulbayt, peace be upon them? Join me as I explore in search of the servants of Imam Al-Husayn alayhi salam through the towns and cities of Europe, searching for an answer to my question as to why we serve the Ahlul Bayt. It's day 7 on this Husayni road trip through Europe, finding out what it is that pushes people to serve, you know, spend their money, spend their time, spend their effort to serve this man that is Abu Abdullah, to serve this family that are the Ahlul Bayt. So, inshallah, in this episode, we will head down to Husainia in Mannheim, near central Germany, inshallah, where we will speak to the servants there and see what it is that pushes them to serve Imam Husain, inshallah. So, let's get going, and inshallah, they will be waiting for us. Yeah. Inshallah, we're going to go in now and speak to some of the servants and look at the center and see what it is they have to offer us in terms of opinions and knowledge when it comes to service of Imam Husain. So let's go inside. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العالمين الحجة القائم المنتظر روحي وأرواح العالمين لمكتمه الفداء أخوكم أحمد الدر أبو هادي رئيس الجمعية الإسلامية في مدينة لودفيكسهافن ومدير مركز الحسنين الثقافي في مدينة مانهايم راح نتحدث اليوم إن شاء الله عن هذا المكان المبارك اللي تم إنشاؤه من بالضبط بتاريخ شهر 11/2000 1995 تماما شهر 11/1995 يعني صار هلأ 21 سنة تقريبا هذا العمل تم إنشاؤه طبيعة الحال بعد تعب شوية تعب كنا نتنقل في البيوتات نحيي عاشوراء في البيوتات نحيي حتى
صلاة جماعة في البيوتات، دعاء كميل في البيوتات، إلى أن من الله علينا سبحانه وتعالى وأنشأنا هذا المركز. وكان هذا المركز هو بعد أن أصبحت هناك يعني جالية شيعية، كان لابد أنه يكون في تحرك اتجاه هذه الجالية اللي عندها متطلبات، كان لازم نحقق هذه المطالب لإلها. وكنا في ذلك الوقت يعني مجموعة من الشباب المؤمن دون دعم خارجي، دون أي شيء من أحد. الحمد لله رب العالمين، كله في جهد ذاتي وببركة الله سبحانه وتعالى وببركة أهل البيت عليهم السلام تم إنشاء هذا المركز. واستمر الحمد لله رب العالمين إلى أن أصبحنا الآن نحن يعني على الأرض يحسب لنا حساب. نحن مركزنا من أهم المراكز، مش بس على مستوى المنطقة، لعله من أهم المراكز في ألمانيا. نحن الحمد لله رب العالمين يحضر عنا في عاشوراء كم هائل من المؤمنين والمؤمنات الموالين لله عز وجل والموالين لأهل البيت، من لبنانيين، عراقيين، أفغان، أتراك، عنا يعني حتى إيرانيين، ألمان حتى متشيعين، يعني في موجود الحمد لله رب العالمين هذا الكم الهائل والجميل الذي يفرح قلب صاحب الأمر والزمان، كله يحضر في هذا المكان المبارك. ومر عنا الحمد لله رب العالمين من الخطباء المعروفين، من الرواديد المشهورين، كله كان يمرون. هذا المركز يمتاز عن غيره من كثير من المراكز أنه هو لا حضوره ليس فقط في عاشوراء أو الليالي الفاطمية أو الأربعين، لا، نحن حاضرين على مدار السنة. عدنا الحمد لله رب العالمين إحياء مناسبات أهل البيت كلها بدون استثناء، وعنا حتى برامج أسبوعية من دعاء كميل، من صلاة جمعة، من محاضرات، أنشطة شبابية للشباب للشابات. هؤذي الشباب والشابات اللي كانوا هني ثمرة هذا المركز، لأنه هني فعلا يعني في الفترة الأخيرة خلال الثلاث سنوات الماضية تم إنشاء أنصار شباب الإمام الحسين ولجنة الحوراء زينب، وكان لهم الحمد لله رب العالمين نشاط مميز جدا. استطاعوا بفضل لغتهم الألمانية العربية، شباب متعلمين عندهم إعلام، عندهم يعني بيتعاطوا أكثر مننا في هذه المجالات، استطاعوا الحمد لله رب العالمين كمان أن يثبتوا وجودهم. عندهم طبعا نشاطاتهم من نهار الجمعة، كذلك الأمر يعني لجنة الحوراء زينب عندها نشاط أنشطتها، شباب الإمام الحسين عندهم من نهار الأحد أنشطتهم. يعني الحمد لله رب العالمين عندنا عمل الحمد لله جبار على مدار هذه السنة. أستطيع أن أؤكد وأن أجزم، وأنا قلت حتى لأحد مرة من المرات لأحد ممثلي المرجعية المباركة، لأن احنا تحت غطاء هذه المرجعية، تحت سقف هذه المرجعية، قلت له أننا نستطيع أن نفتخر أمام الله عز وجل أمام أهل البيت أن كل أنشطتنا، كل ما لدينا هنا هو بجهد شخصي، ما أحد له منة علينا إلا أهل البيت عليهم السلام، هم الوحيدين، وإلا باقي ما باقي غير ما في، الحمد لله رب العالمين. هذا العطاء من الله من أهل البيت وبتعب فردي وشخصي من جميع الإخوان الذي الحضور عندنا تقريبا، يعني فينا نقول عندنا حضور خلينا نقول بالمجالس العادية تقريبا، بالمناسبات العادية بحدود 200 شخص، 220 230. بالمجالس المهمة لأكبر، يعني مثلا آخر مجلس الليالي الفاطمية كان بحضور السيد نصرات قشاقش والرادود يحيى عفارة والرادود حير الكبير حير العطار، كان في عندنا ما لا يقل عن 700 شخص في هذا المكان. يعني نعتبر انه ان شاء الله يعني هذا الرقم، طبعا بعاشوراء كمان كذلك الامر عندنا هذا الرقم. وعدنا الحمد لله رب العالمين كثير من الانشطه لتفرح قلب اهل البيت، خاصه انه نحن استطعنا ان نقيم مسرحيه في رحلة الأربعين للسيدة زينب، كانت مسرحية جدا رائعة موجودة على اليوتيوب. عندنا إنجازات من الشباب
كيف محمد صلى الله عليه وسلم كان في عنا لنا وقفة في وسط مدينة مانهايم تحت عنوان محمد نبي الرحمة، في عنا وقفة أخرى كان تحت عنوان من هو الحسين، كان في عنا رحلات قاموا بها الشباب لمستشفيات لمواساة الأطفال المرضى بالسرطان، وعدة العديد من الأنشطة اللي هلأ يعني على العجالة ما قادر أحصيها يعني للأسف، ولكن هذا تقريبا الجو العام للمركز عندنا. طبعا أهمية المجالس هي تكمن أول شيء الهدف الأساسي من إقامة المجالس، خلينا نكون شوي واقعيين ما نروح بالعواطف كثير، أول شغلة هو رضا الله عز وجل، هذا الهدف الأعلى والأسمى هو رضا الله عز وجل، مواساة أهل البيت عليهم السلام في مصابهم ومشاركتهم في أفراحهم وأطراحهم، هذا يعتبر الهدف الثاني من إقامة هذه المجالس. ولكن في عندنا أسباب أخرى اللي هو لم الشمل، جمع الشباب، احتضان هذه الجالية، هذه المجالس هي التي تستطيع أن تخرج رجال المستقبل، نساء المستقبل. نحن هون عندنا في ألمانيا، أنتم مثل ما بتعرفوا يعني في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام يعني المجالات متاحة للإنسان يعمل اللي بده إياه، ولكن نحن بنحاول قدر المستطاع أنه نجيب الناس هذه للإمام الحسين عليه السلام، نجيب هذه الناس، هذه الشباب للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنا في جلسة من الجلسات مع الشباب قلت لهم أنه خلي يكون نصب أعينكم بس مسألة واحدة، هل هذا العمل الذي أقوم به يرضي صاحب الأمر والزمان ولا لا؟ إذا يرضي صاحب الأمر والزمان فإذا لا تأخذني بالله لومة لائم، إذا ما يرضي ابتعد عنه. إذا هذه المجالس أهميتها تكمن هون، لم الشمل، جمع الناس، إعطاء الناس ما تستحق، هناك ناس عم تدفع، عم تساهم، عم بتشارك، بدها تشوف مجالس، وكل ما كانت المجالس أكبر كل ما كان نقدر نشد العالم لهذه المجالس أكبر، وكل ما شدينا العالم لهذه المجالس أكثر تأتي العوائل، تأتي معها الأطفال، فننشئ جيلا جديدا يسمو على حب الحسين عليه السلام وعلى حب أهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. My name is Ali Mihidine. Ich komme aus Mannheim, aus Deutschland. In der Moschee Al-Hassanein Kulturcenter in Mannheim bin ich für die Promotion zuständig. Ich bin auch einer der Jugendlichen in der Jugendgruppe Shabab al-Imam al-Hussein. Gegründet haben wir diese Gruppe vor circa 3 Jahren. Also mit einem Ziel haben wir diese Gruppe gegründet, nur um die Shabab, also die Jugendlichen hierher zu holen in die Moschee, damit die nicht draußen Mist bauen und andere Sachen hinterhergehen. Wir sind hier eine Jugendgruppe, die sich Shabab al-Imam al-Hussein nennt. Unsere Arbeit hier ist es, Khidmat Ahlulbayt. In dieser Moschee hier, Al-Hassanein Kulturcenter in Mannheim, bin ich für die Promotion zuständig. Selber dabei bin ich erst seit 3 Jahren. Davor war ich immer hier als kleines Kind anwesend, habe immer geschaut, was die Großen machen, was die hier treiben, was hier gemacht wird, warum gebetet wird. Ich hatte immer halt viele Fragen im Kopf. Und das habe ich halt immer langsam mit der Zeit beantwortet bekommen. Und irgendwann, jetzt seit circa 3 Jahren, haben wir die Jugendgruppe Shabab al-Imam al-Hussein gegründet. Aus dem Ziel, dass wir die Jugendlichen hierher in die Moschee einladen, also hier in die Moschee holen. Und nicht, dass wir die Jugend hier in Mannheim oder in Deutschland allgemein verlieren. Das bedeutet, die Jugendlichen brauchen etwas, was ihr Iman stärkt und was sie hier in die Moscheen holt.